في هذا الفيديو سأشرح لك كيف تحقق أرباح كبيرة من قصص تقوم بتوليدها بضغطة زر، وأيضا تقوم ببيعها في موقع كبير إخواني. أيضا هذه القصص إخواني احترافيات، تستطيع أخذ 1000 قصة إخواني ونشرها وتحقيق أرباح. وكما تشاهدون كل هذه القصص إن شاء الله ستحقق لك أرباح. تابعنا في هذا الشرح الحصري. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت. درس اليوم إخواني من أقوى دروس الربح من الإنترنت، طريقة بسيطة لتحقيق أرباح لا بأس بها، تستطيع الربح منها آلاف الدولارات إخواني. هذه الطريقة إن شاء الله ستشتغل مع الجميع، فقط تحتاج منك الاستمرارية. أيضا لا تنسى أخي أختي أننا نقدم مسابقة قوية إخواني لربح 200 دولار مقسمة على 4 أشخاص. الشروط بسيطة، وهي لايك للفيديو، مشاركة هذا الفيديو، أيضا الإجابة على سؤال الحلقة الذي سنطرحه في هذا الفيديو إخواني. وثم ستجد قناتنا التليجرام، فيها نضع الفائزين. أيضا نحن في هذه القناة نقوم بشرح سكريبتات قوية أو مشاريع ستحقق لك أرباح لا بأس بها، فقط قم بمتابعتنا. فهذه القناة كنز للربح من الإنترنت، سواء للمبتدئين أو للمحترفين. نبدأ الشرح على بركة الله. أول شيء إخواني بدون إطالة سنربح من موقع جامرود إخواني، شرحته من قبل. طريقة تسجيل فيه سهلة جدا، فقط تضغط على هذا الخيار، ستجد أنك ستوجه إلى واجهة تسجيل. هنا تضغط على ستار سيلينج، تضغط على هذا الخيار. بعد الضغط على سيلينج إخواني ستجد هذه الأرباح التي دفعها الموقع، أيضا عدد الكرياتور، الأشخاص الذين يعملون فيه. التسجيل سواء بالفيسبوك، جوجل أو بالتويتر، سترايب. هنا إذا لديك إيميل تريد تسجيل بالإيميل، تستطيع الضغط على إيميل وكرييت أكونت، طبعا لا ننسى الباسورد. بعدها ستجد الحساب الخاص بك. هكذا أنت لن تجد هذه التي وضعناها هنا. هنا بعض الأرباح، هذه مبيعة بعشرين دولار كما تشاهدون، يعني شيء بسيط جدا إخواني. بعدها إخواني ما سنفعله، سنضغط على New Product إخواني. بعدها إخواني سنقوم بوضع البرودكت الخاص بنا، سنختار Digital Product لأننا سنقوم ببيع إيبوك. أو هنا تستطيع الضغط على Offer or كوميك ان بي دي اف ايبوك، لكن نحن سنختار ديجيتال ايبوك. وهنا نضع البراي. الان سنتوجه قبل وضع النيم واضافه الايبوك الخاص بنا او قصه، توجه الى هذا الموقع، ساترك لك رابطه اسفل الفيديو. ولكي تتحصل اخواني على حسابات كثيره لانه مدفوع، يقدم لك خطه مجانيه، سنترك لك رابط اخواني موقع تومب ايميل، تستطيع استخدامه بعد استنفاء عدد القصص المختارة إخواني. تستطيع استخدام موقع تومب إيميل إخواني، يقدم لك إيميلات مهملة أو مؤقتة إخواني. هذه واجهة الموقع إخواني بعد فتح الموقع. وهنا إخواني تومب إيميل، نأخذ هذا الإيميل كوبي ونضغط على Get Start Now. فهو لا يحتاج إخواني إلى كريدي كارد أو بطاقة بنكية، فقط تفتح حساب وتستفيد من كم من كذا قصة إخواني، تستطيع نسخها. أو إذا توجهت إلى واجهة الموقع إخواني تستطيع إنشاء ستوري، وهذا ما سنفعله. أيضا نستطيع الضغط على براوزر ونأخذ إخواني أفضل القصص إخواني، باي آج هنا، باي لانجويش، باي ستوري وبراوزر إخواني. تستطيع الضغط على تصفح الكل، هنا عدد لا نهائي من القصص. ولإنشاء قصة خاصة بك بعد فتحك الحساب ستقوم بنسخ هذا الإيميل، تقوم بوضعه هنا بيست. وهنا الباسورد سيقدم لك باسورد، هنا تستطيع إنشاء باسورد قوي والضغط على هذا الخيار، اضغط على don't have icon، اضغط على paste للإيميل، وهنا سيقدم لك الباسورد. أو تستطيع إنشاء الباسورد، سيكون حروف صغيرة وكبيرة ورموز. هنا بعد الدخول إلى الحساب كما تشاهدون لدينا الواجهة خاصة بالقصص. هنا تقوم بكتابة شيء ما، مثلا for example about the love water balloon، قدم لك هذا الإكزامبل أو المثال. أنت تستطيع مثلا تستطيع توجه إلى شات جي بي تي إخواني أو جوجل جيميناي، وتقوم بكتابة سوري كيدز إيديا، سيقدم لك مجموعة قصص إخواني أو أفكار لقصص أطفال
كي نستغلها إخواني ونحقق أرباح منها. هنا عندما قدمت إخواني هذه للشات جي بي تي لم يفهمني، قام بكتابة قصة. نحن سنقوم بإيقاف هذه ونقوم بكتابة مثلا كوبي، سنقوم بإضافة مثلا top 10 title story kids idea هكذا. قام لي بتقديم إخواني هذه التايتل، مثلا سأقوم بنسخ هذا العنوان كوبي، أعود إلى موقع وأقوم بإضافة التايتل هنا وأضغط على generate story، سيقوم بتوليد لي القصة. شاهد بدأ في توليد القصة. الشيء الجيد أنه سيقوم بتوليد القصة بالصور كما تشاهدون، فهو يبدأ في إضافة الصور أوتوماتيكيا، يعني شيء جذاب وأيضا يلفت الانتباه، بالإضافة إلى أن هذه القصة سيتم إضافتها إلى بروزر، يعني أي شخص يستطيع الاستفادة منها، ننتظر للحظات فقط. قام بتوليد هذه الصور الاحترافية كما تشاهدون، وقصة احترافية بالكامل وأيضا بدون تعب بضغطة زر، لم نتعب في إنشائها. هنا نحن نحتاج إلى شيء إخواني لكي نستخرج القصة كأنها PDF. سنعود إلى محرك البحث جوجل ونقوم بالاستفادة من الدوكس المتواجدة في جوجل هنا. بعدها سنقوم بنسخ هذه القصة كما هي بالتايتل والصور وكل شيء إخواني إلى آخر القصة هنا إلى غاية هنا. كوبي، أعود إلى جوجل ترانزاكشن، أضغط على هذا الزر للاستفادة من صفحة جديدة. بعدها إذا كنت تعمل باللغة العربية ستضغط على هذا الخيار وتقوم بالتعديل إخواني مقاسات الصورة مثلا هنا لكي تصبح الصورة جيدة، وأضغط على لصق من هنا هكذا. ننتظر إلى أن يتم قراءة الصور. شاهد فهو في العرض الآن، بعد نسخ الصورة إخواني تستطيع التعديل على أي شيء تريده. كما تشاهدون الملف جاهز، لكي أحمله كملف PDF سأضغط على ملف وأضغط على تنزيل، وهنا أختار نسخة PDF وسيتم تنزيله هنا كما تشاهدون. سأجد أن الملف سيتم تنزيله، ننتظر إلى أن يتم اكتمال. تقريبا الملف فيه 10 ميجا، لن يتجاوز 10 ميجا. انتهى الأمر إخواني. الآن أضغط على Open ونقوم بفتح الملف. سأقوم بفتحه بمتصفح جوجل كروم لحد ذاته ونشاهد كيف سيظهر الملف إخواني. شاهد هذه القصة، الخط جيد وكل شيء جيد إخواني. قصة للأولاد الصغار، عنوانها The Fantastic Adventure of the Magical Forest، يعني شيء جيد. الآن أعود إلى جامرود إخواني بعد تحميلنا للملف. سنعود إلى موقع جامرود هنا إخواني، وهنا أول شيء سنقوم بتسمية القصة هذا الاسم. لا تنسى وضع إخواني ستوري كيدز كا هنا، سأقوم بوضع قوسين ستوري كيدز هكذا. جاست مثلا $2 هكذا، وأقوم بإغلاق القوس، وهنا أقوم بكتابة $2. بعدها أضغط على next. هنا سنقوم بالنسخ، نقوم بعمل اكتياليزي إخواني لأنني لم أنتبه إخواني أنني وضعت جامروت في الانتظار، لذا تم غلق الحساب كما تشاهدون. سنقوم بإعادة تسجيل الدخول بطريقة بسيطة. هنا نتوجه إلى مرحلة ثانية، أضغط على next. بعض الإعدادات التي سنضعها هنا الديسكريبشن، سأضع فقط
بداية القصة أو مقدمة القصة. هنا سأضعها هنا بيست، وهنا كل شيء جيد. الكوفر سأقوم بتحميل أحد الصور إخواني، مثلا هذه الصورة، أو نستطيع تحميلها إلى أخ سكرين ساب سيف إيماج. هنا سأقوم ب حفظها في الداونلود سيف. جيد، نعود إلى جامرود إخواني، نقوم بتحميل الصورة في الداونلود. إذا لم يتم نسخ الصورة فقط تستطيع أخذ سكرين للصورة. سأقوم بأخذ سكرين. هكذا نعود إلى جامروت، سأقوم بالضغط على كمبيوتر وأختار سكرين شوت، أختار صورة وأضغط على أوبن. بعدها أيضا هنا سأحمل نفس الصورة أوبن. هنا فقط يطلب منا المقاس 600×600، سأقوم بوضع مقاس 600×600 بالضغط على هنا Open with Brand، وأقوم بتعديل المقاس بالضغط على هذا الخيار، وهنا أقوم بكتابة 600×600. أضغط على أوكي وأضغط على حفظ من هنا. بعدها أختار الصورة وأضغط على أوبن، سيتم أخذ المقياس الخاص بها. هنا انتهينا تقريبا من الإعدادات، أضفنا الكوفر وكل شيء إخواني. هنا I want this by this، هنا سنختار كل شيء كما هو. أضغط على Save and Continue، وهنا إخواني سنقوم بتحميل القصة الخاصة بنا بالضغط على ملف الذي حملناه. هذا هو ملف القصة، أضغط على Open وننتظر إلى أن يتم تحميل هذا الملف. كما تشاهدون فهو في التحميل تقريبا 5 ميجا. هنا كما تشاهدون تم تحميل الإيبوك. وهنا ماذا سأفعل؟ سأضغط على Publish and Continue، وهنا كما تشاهدون انتهى الأمر، لدي القصة وكل شيء جيد. أضغط على كوبي، أستطيع هنا إخواني شير أون تويتر، أقوم بفتح حساب التويتر إخواني ومشاركته. أيضا تشارك في الفيسبوك، هذه إحدى الطرق، أو تتوجه إلى بنترس إخواني وتقوم بعمل حساب. من الأفضل أن يكون بيزنس إخواني وتقوم بالدخول إليه. هنا في الحساب بيزنس ستقوم بإنشاء بين، كرييت بين هنا كما تشاهدون، هنا الآتس وهنا كرييت بين، تضغط أنا أنشأت حساب جديد، ومن الأفضل أن يكون إنجليزي إخواني. هنا أول شيء سأضغط على الصورة، سأختار صورة التي أخذناها للكتاب، وهنا التايتل إخواني، هذا هو التايتل. قبل ذلك سنقوم بمشاهدة الرابط الذي تحصلنا عليه من جامروت كيف سيظهر. شاهد إخواني، هذا هو عنوان القصة، كوبي أقوم بوضعه في البنترست. الديسكريبشن نفس الشيء، سأقوم بنسخ مقتطف فقط، عفوا هنا مقتطف نسخ، أعود هنا بيست. جيد، أد لينك، سأضع لينك جامرود هكذا، طريقة سهلة إخواني. وهنا من الأفضل أن تقوم بإنشاء بورد جديد، تضغط على Create Board وتقوم بإنشاء بورد، مثلا Story هكذا، ستقوم بتسميته Story مثلا Kids هكذا، وتضغط على Create. الآن أصبح لديك Story خاص بك. هنا تضغط على Publish، هنا visit your pin، ستشاهد أن البين الخاص بك تم تعديله. نفس الشيء إخواني،
تعود إلى موقع فيسبوك. وهنا في الفيسبوك يخواني من الأفضل أن تنشئ حساب خاص بمثلا السال إيبوك أو أي شيء. مثلا أنا لدي صفحة، أنت أنشئ صفحة خاصة ببيع الكتب. هذه الصفحة ستكون بسيطة إخواني، هكذا صفحة بسيطة نقوم بعرضها أمامكم. هنا أضغط على إيبوك، جيد، هذه الصفحة الخاصة بنا. أتي إلى هنا وقم بإنشاء بوست بسيط، أد إيماج، نفس الشيء إخواني، سأتوجه إلى سكرين، أخذ نفس الصورة، أضغط على أوبن، وهنا إخواني سأقوم بأخذ مقتطف من القصة، هذه رابط أو عنوان القصة، أقوم بوضعه في الصفحة، وهنا سأقوم بوضع أيضا مقتطف من القصة، نفس الشيء هنا كنترول في، هنا هذه هنا باي هير نقطتين، أضيف نقطتين إخواني هكذا، وأقوم بوضع رابط أيضا جامرود إخواني. لا تنسى أن رابط جامرود سيحقق لك أرباح لا بأس بها. هنا سأقوم بوضع هنا بيست، جيد، بعدها أضغط على بوست، وهذه لتساعد في الأرشفة الخاصة بالقصة. بالنسبة للطريقة الثانية التي هي سهلة إخواني، عندما تعود إلى الحساب وتضغط على براوزر للستوري إخواني، ستجد أن ستوري كثير من ستوري، مثلا سأختار هذه الستوري هكذا، أعجبتني هذه، كل سلسلة فيها الكثير من الستوري، مثلا هذه السلسلة أو هذه، أعتقد أنها جيدة. ما سأفعله، سأقوم بأخذ هذا العنوان كوبي، وأقوم بفتح إخواني النوت جديد هكذا، أو هذه فقط، أقوم بالضغط على كنترول A وأقوم بحذف كل شيء، وبعدها إخواني سنعود إلى القص، نضع العنوان لصق، أقوم بتبديله هنا، وهنا نكمل القصة الخاصة بنا، ننسخ كل هذه القصة إلى غاية آخر هنا، وأضغط على كوبي، بعدها أقوم بالضغط على لصق، ننتظر إلى أن يتم قراءة الصور كما تشاهدون. أسطوري جيدا، نفس الشيء سأضغط على ملف وأيضا تنزيل، وأختار بنسخة البي دي اف. وهنا إخواني أعود إلى جامرود، نفس الشيء أضغط على برودكت ونيو برودكت إخواني، وأختار عنوان القصة، هذا هو عنوان القصة، نسخ، بعدها نفس الشيء باست. وهنا إخواني هذه اللغة، سنشاهد أن اللغة، لنكتشف اللغة إخواني سنستهدف جمهور معين، أتوجه إلى جوجل ترانسليشن وأقوم بوضع هنا، أتوجه إلى هذا الخيار الثاني إخواني، وهنا أضغط على Detect Language، وهنا إخواني أوتوماتيكيا تشيك لغة خاصة بالتشيك، هنا سأضغط على English، وهنا إخواني كما تشاهدون هذه اللغة باللغة تشيك، مدينة تشيك أو بلد تشيك. ماذا أفعل؟ سأضغط على هذا الخيار، وهنا إخواني أقوم فقط بكتابة بالعربية، فقط ب مثلا $4 هكذا، شاهد إخوان هذه باللغة الخاصة بتشيك. أضغط على كوبي وأعود إلى جامرود، أقوم بإضافة هذه الترجمة إخواني، إلى غاية جن قم بنسخ هذه، وأضغط على بيست، جيد، سأنسخ فقط هذه كوبي، أضيفها إلى هنا بين قوسين دائما،
based عفوا جيد. والآن أضغط على $4 وأقوم بالضغط على publish. نفس الشيء إخواني الديسكريبشن دائما ستقوم بأخذ أول مقدمة أقوم بوضعها هنا paste. وهنا إخواني التمبنال سأضغط على تمبنال. المقياس حفظناه إخواني هو 600. إذا سنقوم بأخذ مثلا هذه الصورة سكرين أو نأخذها من الموقع الأصلي هنا مثلا سكرين. قم بأخذ سكرين بسيط بالضغط على علامة الويندوز وشيفت وحرف الاس، ثم أقوم بأخذ هذا سكرين إخواني هكذا، تم نسخها. الآن ماذا سأفعل؟ سأعود إلى جامرود، أضغط على أبلود فايل في التمبنال إخواني، أختار من هنا إيديت، دائما ستقوم بهذه الخطوة، أوبن ويذ بلانت، وأقوم بالتعديل إلى 600، هنا أضغط على 600، وهنا أقوم بنزع هذه العلامة وأقوم بوضع 600، وأضغط على OK حفظ من هنا، وأقوم باختيارها هكذا، يتم تحميل الصورة، أيضا الغلاف نفس الشيء، قم بتحميل نفس الغلاف، وهنا إخواني كل شيء جيد، هنا أستطيع تركها باي ذيس أو باي. كل شيء جيد إخواني. الآن أضغط على Save and Change وهنا أحمل من هذا القرص. شاهد إخواني هذه الطريقة فقط تأخذ منا 5 دقائق، بالأحرى إخواني 5 دقائق. أضغط على Open، أنتظر إلى أن يتم التحميل. هنا الكتاب لا يوجد فيه فقط نصف ميجا، يعني شيء ليس أي شيء إخواني. أضغط على Publish and Continue، وهنا إخواني نفس الشيء، أنسخ الرابط، أعود إلى Pinterest، وهنا أختار Create Pin إخواني، في الأسفل سأجد شاهد هذه القصة كلها إخواني. Create Pin نفس الشيء، سأبحث على الصورة، هذه الصورة، وهنا الرابط سأضعه هنا Paste، وأعود إلى التايتل، أقوم بنسخ تايتل Gumroad إخواني هكذا، هذا هو التايتل الذي سنعمل عليه، أقوم بوضعه في Pinterest. أعتذر عن السرعة، فقط أنا أريد أن أبين لكم أن هذه فقط مسألة 5 دقائق إخواني للعمل، يعني ليست أي شيء. هنا البورد أنشأنا بورد خاص بالكيت ستوري، لذا لن نقوم بإنشائه مرة أخرى. بعدها أضغط على Publish، نفس الشيء إخواني، ستعود إلى موقع الخاص بفيسبوك إخواني، تقوم بإنشاء أيضا بوست وتقوم بأرشفة الموقع الخاص بك بطريقة بسيطة وستحقق أرباح وأرباح. الآن إخواني سنتوجه إلى المسابقة الخاصة بنا، لا تنسى أنك يمكنك أن تحقق الربح من هذه المسابقة فقط بالإجابة عن السؤال. وسؤال الحلقة يقول: كم عدد السور المكية في القرآن الكريم؟ قم بالإجابة على هذا السؤال إخواني، وانتظرنا في الإعلان عن الفائزين في قناتنا التليجرام. في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.